بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. عند علمي من الكتاب والعرش بلقيس جاب، عند علمي من الكتاب والعرش بلقيس جاب، سره كان يوب الاسم واعلمه عنده قسم، سره كان يوب الاسم واعلموا عند القسم، اعلموا عند الكتاب، عند علمي من الكتاب والعرش جاب، عند علم من الكتاب والعرش بلقيس جاب، سر جاني وبالاسم واعلموا عند القسم، سر جاني وبالاسم واعلموا عند القسم، عند علم من الكتاب، عند علم من الكتاب، عند علم من الكتاب والعرش بلقيس جاب، عند علم من الكتاب والعرش بلقيس جاب، سر جاني وبالاسم واعلموا عند القسم، سر جاني وبالاسم واعلموا عند القسم، عند علم من الكتاب، علم علم من الكتاب. مهدي 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 يا مولاي. قال هذا النبي عندي سر عظيم من الصعاب، اختبر لاصحاب رايد حتى تنجي من العذاب. خبر الهدهد الجابه ملكة من تدمر تهاب، منه جيب العرش يمي خاطب الجن والاصحاب. قبل ما تغادر مكانك شوفه بعيونك جلي، والوصي خاطب نبيه سر مكنون بعلي، عند علم من الكتاب والعرش بلقيس جاب، عند علم من الكتاب والعرش بلقيس جاب. مهدي 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 النبي. قال انت الاعلم عاصف واسمك علي، ثنى دارائي التصدوا خادمين وبلديك، يا نبينا انت احكم برمشة العين واجيك، شاف شاخص كل كيانه وضح انت امركي، وضح انت امركي. هاي اسرار وعلومه كان استاذ نبي ونائب المهدي بزمانه هو استاذ ولي، هاي أسرار وعلومة كان أستاذ نبي ونائب المهدي بزمانه هو أستاذ ولي، هو أستاذ ولي. عند علم من الكتاب والعرش بلقيس جاب، عند علم من الكتاب والعرش بلقيس جاب، سر كان يوب الاسم واعلموا عند قسم،
سر رجاني وبالاسم واحلى موعد القسم عند علمي من الكتاب عند علمي من الكتاب مهدي مهدي بالفكر المتين علشانه وبعلومه قلبه مهموم وحزين يمشي في درب عالي يمشي في درب عالي درب للمهد وحسين درب للمهد وحسين عند آثار وكتب يلي عنا سائلي عند آثار وكتب يلي عنا سائلي للمحقق في زمانه للجهل راح ينجلي للجهل راح ينجلي عند علم من الكتاب والعرش بالقتاب عند علم من الكتاب والعرش بالقتاب سر جاني وبالاسم واحلى مو عند القسم سر جاني وبالاسم واحلى مو عند القسم عند علم من الكتاب عند علم من الكتاب مهدي 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 استمع ماذا اقول انحرفت الشبان كلها عجزت كل العقول والصمت عم البرية لا تكف الا مسؤول فقد الاستاذ بزمانه بيد سكان الحلول فقط استاذ بزمانه بيد سكان الحلول مجلس الراب نقدهم هالشباب سائري ودعوة الأم الغيورة قلها يمي دللي مجلس الراب نقدهم هالشباب سائري ودعوة الأم الغيورة قلها يمي دللي قالها يمي تدللي عند علمي من الكتاب والعرش بالقيزار عند علمي من الكتاب والعرش بالقيزار سر جاني وبالاسم واعلمه عند القسم سر جاني وبالاسم واعلمه عند القسم عند علمي من الكتاب عند علمي من الكتاب مهدي 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 هاك اضرب لك مثال استمع ماذا اقول ابو بكر المياحي هاك اضرب لك مثال استمع ماذا اقول حرفة الشبان كلها عجزت كل العقول وصلت عم البرية لا تكفل لا مسؤول وفقد مستعد بزمانه بيد
سكان الحلو بيده سكان الحلول مجلس الرعب نقدهم هالشباب زائري دعوة الأم الغيورة قالها أمي تدلني مجلس الرعب نقدهم هالشباب زائري دعوة الأم الغيورة قالها أمي تدلني قالها أمي تدلني علم من الكتاب والعرش بلقيس جاب عند علم من الكتاب والعرش بلقيس جاب سر جاني وبالاسم واعلمه عند القسم سر جاني وبالاسم واعلمه عند القسم عند علم من الكتاب عند علم من الكتاب